ورحمة الله تعالى وبركاته أبنائي تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي في درس جديد من دروس التراكيب النحوية. درسنا اليوم المفعول به. لنقرأ معا الجملتين: نظفت سعاد الغرفة، أحدثت المياه بقعة على الحائط. ما نوع هذه الجمل أحبائي؟ نعم، إنها جمل فعلية. هي جمل فعلية. لماذا؟ كيف عرفنا أنها جملتان فعليتان؟ جيد، لأنهما ابتدأتا بفعل. الجملة الأولى الفعل نظفت، في الجملة الثانية أحدث. لنلاحظ معا أحبائي الكلمتين الملونتين. الكلمة الأولى الغرفة، الكلمة الثانية بقعة. ما لون هاتين الكلمتين؟ هل هي أسماء أم أفعال؟ جيد، هي أسماء. هي أسماء. الآن أحبائي سنعمل على الجملة الأولى. نعمل على الجملة الأولى معا، نظفت سعاد الغرفة. فلنحدد معا الفاعل. الفاعل في هذه الجملة، الفاعل جيد سعاد. لماذا؟ لأنها هي التي قامت بالفعل نظف. هي التي قامت بالفعل نظف. الآن نأتي إلى الكلمة الملونة. ما هي هذه الكلمة؟ أحسنتم، الغرفة. الغرفة. ما حركة الحرف الأخير؟ جيد، حركت أو حركتها. في حركة الحرف الأخير فتحة، فنقول أنها منصوبة. نقول أنها أحسن، أنها منصوبة لأن حركتها في الأخير فتحة. حركتها ظاهرة وهي الفتحة، إذن هي منصوبة. الآن أطرح السؤال، ماذا نظفت سعاد؟ هيا أجيبوا، ماذا نظفت سعاد؟ جيد، الغرفة. الإجابة عن السؤال ماذا هو الغرفة. نقول أن الغرفة وقع عليها فعل نظف. وقع وقع عفوا على كلمة الغرفة. ماذا وقع عليها؟ وقع على الغرفة، على الغرفة عفوا فعل الفاعل، يعني وقع عليها الفعل نظف. وقع عليها الفعل نظف.
نقول أنه وقع عليها فعل الفاعل، يعني وقع عليها فعل نظف. نظف نسمي الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل. نعم، ماذا نسميه؟ نسميه المفعول به. نعيد، الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل نسميه المفعول به. نعمل أصدقائي على الجملة الثانية. أحدثت المياه بقعة على الحائط. ماذا أحدثت المياه؟ نطرح السؤال، ماذا؟ ماذا أضيف له الفعل والفاعل؟ ماذا؟ أحدثت المياه. جيد، ماذا أحدثت؟ بقعة. بقعة. بقعة اسم منصوب وقع عليه فعل فاعل، الفعل أحدث. تحصلنا عليه بالإجابة على السؤال ماذا. إذن ماذا نسمي بقعة؟ نسميه مفعولا به. نسميه مفعولا به. إذا قلنا عزيزي التلميذ أننا نسمي الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل ونتحصل عليه بطرح السؤال ماذا زائد فعل والفاعل المفعول به. دون القاعدة أو احفظها عزيزي التلميذ. القاعدة تقول: المفعول به اسم منصوب يقع عليه فعل الفاعل. أعيد، المفعول به اسم منصوب يقع عليه فعل الفاعل. أتعرف عليه بطرح السؤال ماذا أضيف له الفعل والفاعل. إذن أتعرف على المفعول به بطرح السؤال ماذا أضيف له الفعل والفاعل. إليك نموذج الإعراب.
هناك نموذجا الجملة نظفت سعاد الغرفة. طريقة الإعراب سهل، الغرفة قلنا ماذا نظفت سعاد؟ الغرفة. ماذا سميناها الغرفة؟ الغرفة مفعولا به. كيف جاءت حركته في الأخير؟ دائما منصوبة. إذا مفعول به منصوب. ما معنى منصوب؟ معناه في فتحة في الأخير. إذا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. جديدة. لأن حركتها في الأخير فتحة، حركتها ظاهرة وهي الفتحة، إذن هي منصوبة. نظفت سعاد. أجيب ماذا نظفت سعاد؟ جيد، الغرفة. الإجابة عن السؤال ماذا هو الغرفة. نقول أن الغرفة وقع عليها فعل نظف، وقع وقع عفوا على كلمة الغرفة. ماذا وقع عليها؟ وقع على الغرفة، على الغرفة عفوا فعل الفاعل، يعني وقع عليها الفعل نظف. وقع عليها الفعل، الفعل نظف. نقول أنه وقع عليها فعل الفاعل، يعني وقع عليها فعل نظف. نظف. نسمي الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل
ماذا نسميه؟ نسميه المفعول به. نسميه المفعول به. نعيد: الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل نسميه المفعول به. نعمل أصدقائي على الجملة الثانية. أحدثت المياه بقعة على الحائط. ماذا أحدثت المياه؟ نطرح السؤال: ماذا؟ ماذا أضيف له الفعل والفاعل؟ ماذا؟ أحدثت المياه. جيد، ماذا أحدثت؟ بقعة، بقعة. منصوب وقع عليه فعل الفاعل، الفعل أحدث. تحصلنا عليه بالإجابة على السؤال ماذا. إذا ماذا نسمي بقعة؟ نسميه مفعولا به. نسميه مفعولا به. الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل ونتحصل عليه بطرح السؤال ماذا زائد فعل والفاعل المفعول به. دون القاعدة أو احفظها عزيزي التلميذ. القاعدة تقول: المفعول منصوبا يقع عليه فعل الفاعل. أعيد: المفعول به اسم منصوب يقع عليه فعل الفاعل. أتعرف عليه بطرح السؤال ماذا أضيف له الفعل والفاعل. إذن أتعرف على المفعول به بطرح السؤال ماذا أضيف له الفعل والفاعل. إليك نموذج الإعراب. إليك نموذج الجملة. نظفت سعاد الغرفة. طريقة الإعراب سهل. الغرفة قلنا ماذا نظفت سعاد؟ الغرفة. ماذا سميناها الغرفة؟ الغرفة مفعولا به. كيف جاءت حركته في الأخير؟ دائما
منصوبة. إذا مفعول به منصوب. ما معنى منصوب؟ معناه فيه فتحة في الأخير. إذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أتمنى أنكم استفدتم به. إلى اللقاء في حصة جديدة.